يا الله والله لكت. ليلي بورا ضل شي ما جبناه نحنا معنا؟ لا كل شي بدنا يا جبنا، ما ناقصنا شي. بس والله صرت اخجل انه نجيب على حساب ابو عزام. مو بالله شو من ايمتى اجاكي الخجل دخلك؟ عم تشتري شي لازمنا وشي مو لازمنا؟ شو صار لك؟ ها تطرعي ليش؟ شو عم نجيب شي مو لازمنا؟ اي والله اللي بيسمعك بيصدق. اي عم بشتهي الحلو وما عم جيبه. لك ليلي ليلي انت عم تتوهمي شي؟ كل شي بنفسك اشتريتي وجبتي. بس قليلي شو يلي مو لازمنا وعم نشتري؟ والله الصراحة نحن عم نشتري اللي لازمنا والبيت ناقصه كتير، لكن الدغري انه نحن عم نكتر على الرجال. عم نكتر يا اختي. ان شاء الله بكرة بس يشتغل سعيد ما منعود منشتري على حساب ابو عزام. يا رب. ان شاء الله يا رب. الله يسمع منك. صحي نحن ليش ما مرقنا بطريقنا على بيت ام عزام مشان نبارك له برجعة ابو عزام؟ ايه ليش انتي بتتركي الواحد يتنفس لما بيطلع معك؟ وانتي من دكان لدكان ما شاء الله حولك. خليك خليك لدكين خليك قصر خليك حوى عالين ابو حدوك. شلون حجر الجلخ تبعك ان شاء الله منين؟ اخي ما راح اعلق شيء، جرب وبتعرف. راح نجرب. بدك تجلك لي هالسكين؟ بدي اياها تجرح الهواء. على عيني وراسي على عيني. انا بدك بسالك لعندك عمي. برزوق اهلين وسهلين. عندك شي للجلخ؟ لا ما عندي. لك شبك صلي على النبي ولا شي ولا شي؟ عم اقول لك ما عندي يعني ما عندي. لك شبك شو عم تسعدك سعاده؟ لا تحكي طالع نازل، فتح عينك. ها ايوه. لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو حدوه عيونه حواليك شي زلمه اعمى افكح ما بيسمع بس معه ورشين. لا والله ما حوالي. بس ليش هالسؤال؟ شو بدك فيه؟ ولا شي عمي ولا شي. انسى انسى جلخاتي جليخ سككي جليخ قصر. تفضل يا عمو. لك ان شاء الله بتعيش الايادي. اي خلي لي هالقامه الحلوه يا حق. تقبريني. اي يا عمو قبل ما انسى بكره جهزي لي حالك، بدي اخذك لعند الحكيم يعاينك عشان نشوف اذا السكري مرتفع عندك. لك تقبريني، بتعرفيني حامي حالي عن الحلو ولكني ما احلاني منيحه. لشو روحت الحكمه؟ معلش تقبريني، لازم نروح كل فتره ونطمن، بخاف يرتفع عندك فجاه السكري لا سمح الله. ولا مين بدك تتركي الازازي؟ يا مو في الشاب اللي حكيت لك عنه اللي اسمه راتب، هو بدير باله بغيابي. وكيف ملاقيتي؟ ان شاء الله ابن حلال وادمي. والله كثير محترم، رجال ولا كل الرجال. الله يخلي لاهله. الله يرحمه. ماتوا بالقصف. يا حرام. الله يكون بعونه. يعني ما صفي له حدا؟ لا ما صفى له حدا. طيب يا مو اجاكي شي خبر عن خطيبك كمال؟ لا يا مو ما اجاني. لو اجاني كنت خبرتك. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ما لنا عرفانين الزلمه عايش ولا ميت. بعيد الشر. مشان الله لا تقولي هيك. أنا من غير شكل ما أحط راسي على المخدة بفكر فيه كل الوقت ببالي، بتخيله فايت علينا بين اللحظة والتانية. طب يا تقبريني ما بيصير هيك تطلي لا معلقة ولا مطلقة، يعني حطي ببالك بركي لا سمح الله ما رجع. الله لا يقدر، ساعتها بجن طق. يا أمي هذا له سنتين مو يومين، يعني لو بده يرجع كان رجع. فكري لي بحالك شوي يرضى عليكي. شان الله امي سكري لي على هالموضوع ما بدي احكي فيه. انا من غير شيء كل الوقت متوتره وعم بهدوس فيه. صب لك شاي؟ لا عمي عبد الحام عنك انا بسكر. والله وطمست فيها يا راتب بس ما بتكمل مع الواحد. ما بتكمل. ليلى عبت فراغ كبير بحياتي. أهلين عمي عبد الحق. ميت أهلين أبو الصيب. اسمعني الله يرحم أبوك. تعيش.
ليش احباب قلبك قهوتك هي بدها حكواتي. بقدر رادو اللي جوا شو عم يساوي يا ابو حماد؟ لا 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 هذا الرادو ما بينفع بنوم، ما بينفع بالمره ابدا، لانه الحكواتي دم ودعم، يطلع بالناس بيحكي لهم حكايا حلوه، وخاصه اذا كانت الحكايه الوحده احلى من اختها. مو لازمني يا ابو حماد، بس انا قصدي يعني لازم. خلصنا ابو حماد، اشرب كاس الشاي وروح على بيتك. حاضر، كسر خواطر. اهلا يا عمي شكري، صحتين وهنا يا رجال. اهلين بعيدو. صحه ابو غضاف. حيور عيدو. سمعت لك سمايا ابو غضب بتقبب شعر البدن. شو اسمه؟ هات اطربني ابو الشكر. ابن اخو لاب بسام مطلع طمير الذهب فيها 3000 ذهبه، ذهبه تنطح ذهبه. 3000 ذهبه ودخله. وين بيكون بيته هذا لابن اخونا ابو بسام؟ ولك يا برني اللي خلقك بتفهم علي عالندى. داخلي يا بوران. داخلي بنعدة البيت. ما راح ينفش خلقي الا اذا رجعت لمصلحتي. بس رجلي ما عم تساعدني، ما عم تساعدني بنوم. ما اليوم كنت انت بالسوق ما لقيت لك هيك شي شغله خفيفه نظيفه تتسلى فيها لبين ما تتعافى؟ دورت دورت وما لقيت. صعبه لك بوران، كسرت النفس صعبه، ما عم تزبط معي بعد هالعمر. روح اشتغل صانع تحت ايدي ولد. أنا بدي أرجع لمصلحتي، بدي أرجع لمصلحتي، واللي بده يصير يصير. أساسا رجلي شو ما اشتغلت ما رح تساعدني. أنا رح أحاول داريها. والله مو عرفانة شو بدي أقلك، عملي اللي بيريحك، بس لازم تداريها لأنه مو ناقصنا نرجع على المشفى. أعوذ بالله، على المشفى ما يراجع بنوب. خلاص رح أرجع لمصلحتي وداريها، أحسن من القعدة بالبيت. معناتها من بكره الصبح بتروح بتدور على شغل بمصلحتك، بركي الله بعدي اسمه بيفتحها بوشك. يا رب يا رب، احسن من القعده بالبيت. بالاخر شو ما اشتغلت احسن من القعده بالبيت. لو فوق منها ما معنا ولا فرنك. الله يسامحك يا أخي، طيشك خرب علي حياتي. لو ساويت عرس كنت هلأ مع عزام. يا خسارة، كيف بي يكمل حياتي وانسى؟ بكرة بصير بايرة وما عاد حدا بيدق بابي. روحي الله يرضى عليك، اعملي لها لقمة عشاء. روحي. حاضر اخي تكرم. صبضيت اللي اياها شهوة او بكي. خليك ابن عمي نكسر السفرة سوا. ما بقدر حبيبتي، بدي اروح الدكاني. رح يبقى عندكم عزامي لبيلكم طلباتكم قبل ما يروح. طمنيني لي لشوف، إن شاء الله صرتي أحسن. الحمد لله منيحة، وشوفتك مشقيت مني بصير أحسن. لك تسلمي لي يا ست الستات ويا تاج راسي. حبيبتي أنا بدي رياحتك،
أنا ما بدي أكيد تشتغلي شيء، بتضلي بغرفتك وكل شيء بوصل لعندك. لا أيوه، ما بقدر ضل متسطحة، تعرفني أنت بضيق خلقي من قعدة السرير. ما تخاف علي أنا منيحة. هوا إيديك بعرفها، بتحبي تشتغلي كل شيء بيدك. يا حبيبتي ديري بالك على حالك، أنا إن شاء الله قبل الظهر مر بطمن عليكي. بخاطرك يلا، تسلميلي تسلميلي.